هناك عادات دخيلة بدأت تظهر في كلياتنا وجامعاتنا، وهي في الحقيقة ليست من عاداتنا وتقاليدنا، وكنا تابع طبعا ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم نصيحتك الشيخ للشباب في الكليات والجامعات ويعني استحضارهم لكل هذه المسؤوليات. يعني قبل أن أوجه حقيقة النصيحة إلى الطلاب، أنا أوجه النصيحة إلى القائمين على الطلاب من المشرفين والمدرسين في 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 هذا المرحلة السنية الخطيرة حقيقة، مرحلة الجامعة. هذه مرحلة من السن الإنسان فيها تتنازع أهواء كثيرة، متطلع يعني للعالم، خارج للعالم، كأنه الآن قوي بدنيا فكريا، يستطيع أن يعمل ما يريد، لكن بالمقابل هناك من يعني يدفعه دفعا إلى اتجاهها. فأنا أوجه قبل النصيحة إلى القائمين عليهم، هؤلاء القائمون عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا أمانة الوظيفة التي أنيطت به. أنيطوا أن يوجهوا هؤلاء الشباب وطاقاتهم إلى ما فيه خيرهم، سواء الخير الحالي أو ما سوف ينفعهم في المستقبل، لأن ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا هم عودوهم على الالتزام بالأخلاق والضوابط والتقاليد، سيكون الشاب بعد ذلك قدوة لابنه وهكذا، وتكون أسرة صالحة، مجتمع صالح. لكن إذا كان التوجيه للأسف غير صحيح ويسمح بمثل تلك الممارسات التي رأيناها ونأسف أننا رأيناها في بلادنا، تثير يعني كثير من الحرقة في القلب أن يحدث هذا في بلادنا الذي كنا نظنها يعني بعيدة عن هذه الأشياء. يعني ينبغي لهم أن يتقوا الله، ينبغي لهم أن يتقوا الله في هذا الجانب. ثم نصيحة أخرى للطلاب والطالبات، يعني الجامعات، المدارس ما وضعت لأن تفرغ فيها مثل هذه الطاقات، طاقات يعني جعلت لمكان تكتسب منه ما يزيدك حماسا، ما يزيدك علما، ما يزيدك رفعة، لا أن تضيع. والعاقل الحكيم هو من يعتبر بغيره، من العاقل الذي ينظر إلى الخطأ ويبتعد عنه، لا أن يتمادى فيه ويسمح لنفسه أن تندرج شيئا فشيئا. فأنا أنصح هؤلاء الإخوة أن يتوبوا أول شيء ويرجعوا إلى الله ويجعلوا تقوى الله هي نصب أعينهم. ثاني شيء يعني أرجوهم أن تكون اهتماماتهم أكبر بالناحية العلمية واكتساب هذه الفترة، لأن فيما بعد ستكون مرحلة عمل. واستثمار طاقات يعني الشباب الشيخ، لأن هذه طاقات كبيرة بإمكاننا أن احنا نسخرها في أكيد أمور أكثر أهمية. فعلا هذا الكلام هو الصحيح، وينبغي أن يوجهوا إلى ذلك. الشيخ محمد الذهلي، باحث فتوى بمكتب سماحة مفتي عام السلطنة، جزاك الله خير وشكرا جزيلا على هذه الدقائق. جزاكم الله خير، وأنا أشكركم كثير الشكر، جزاكم الله.